بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان من صحيح مسلم عليه رحمة الله، وهو باب بيان تحريم إيذاء الجار. باب بيان تحريم إيذاء الجار. وفيه قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال: قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث فيه: حدثنا يحيى ابن أيوب، وهو أبو زكريا البغدادي العابد، كان من خيار الناس، روى عن شيخه الموجود هنا هو إسماعيل بن جعفر، وروى أيضا عن عبد الله بن مبارك، وروى أيضا عن الإمام وكيع وعن طائفة، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود وابن أبي الدنيا والبغوي وطائفة كثيرة من العلماء. كان من أهل الورع، وفي ترجمته قالوا: كان صاحب سكون ودعا، كان صاحب سكون ودعا. السكون أي لا يتكلم كثيرا، وهذه مسألة مهمة جدا. آفة كثير من الناس الكلام، وهذا الكلام يرديهم ولا يكون نافعا له، فإن المرأة هلاكه وراء لسانه، ونجاته أيضا وراء لسانه. وفي الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فالناس أحيانا لا يتورعون في مسألة الكلام، يرون أن الإنسان لا يكون اجتماعيا إلا إذا تكلم، تكلم هنا وهناك وتكلم وأشار وغير ذلك، قالوا إنه اجتماعي. أما إذا كان الغالب عليه السكون والصمت، فإنه يقولون إنه انطوائي غير اجتماعي، إنه إنسان بري. وهذا مصطلح عجيب، إنسان بري، يعني يشبه حيوانات البر من حيث الوحوشة والغرابة. أبدا، هذه مسألة جيدة أن يكون صمتك أكثر من كلامك. وأيضا كانت فيه دعة، الدعة الهدوء، ليست حركاته عنيفة وإشارته متلاحقة، وهذا أيضا من جمال الشخصية، يعني من جمال الشخصية وتمام القدوة والإمامة أن يجمع مع الإنسان، أو أن يجمع الإنسان مع طول الصمت الوقار. كان قوالا بالسنة، وكان يعيب على من تكلم بقول جهم ابن صفوان، وهو القول بخلق القرآن. في ذلك الوقت كانت الدولة العباسية، وكانت الدولة تتبنى مذهب الجهمية في القول بخلق القرآن، فكان هذا الرجل قوالا بالحق ويعيب على من قال بذلك. إذن كان مستمسكا بالسنة، وكان يعيب على من قال بقول جهم.
توفي عليه رحمة الله سنة 234. نحن نريد أن نستفيد من التراجم، لا نريد أن نقرأ الاسم ونقول ثقة أو صدوق أو غير ذلك فقط ثم نتركه إلى غيره، ولكن نريد أن نأخذ بعض الصفات التي يمكن أن نتخلق بها لكي تكون أيضا من جملة صفاتنا. إذن هذا الشيخ الأول في هذا الإسناد للإمام مسلم عليه رحمة الله. الشيخ الثاني هو قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد الخراساني روى عن الليث ابن سعد، وأيضا روى عن شيخه هنا إسماعيل ابن جعفر، وروى عنه الجماعة إلا ابن ماجه، البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي الدارمي إلا ابن ماجه، روى عنه الجماعة إلا ابن ماجه، وكان ثبتا فيما يروي، إذا روى شيئا كان ثبتا فيه، أيضا كان صاحب سنة وجماعة. هذه مسألة مهمة جدا، أن يجمع بين السنة والجماعة، أن يكون صاحب سنة وجماعة أي على الاستقامة. وسميت أهل الاستقامة بأهل الجماعة لأنهم لا يحيدون عن الجماعة، والجماعة هنا ما كان عليه الصحابة الكرام، وكان أيضا لا يخرق جماعة عصره، فيشهد الجمع والجماعات حتى ولو كان الإمام فاجرا. أما الشيخ الثالث لإمام مسلم هو علي ابن حجر أبو الحسن المروزي الخراساني، روى عن أبيه حجر بن إياس، وروى عن ابن المبارك والوليد بن مسلم، كما روى عن شيخه هنا اللي هو إسماعيل ابن جعفر، وروى عنه البخاري والإمام مسلم والترمذي والنسائي وخلق. ولد ببغداد وعاش فيها نحو من 33 سنة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مر، ومر إحدى بلاد خراسان، وخراسان تقع الآن في بلاد فارس وهي المسماة الآن ببلاد إيران. ثم بعد ذلك انتقل من بغداد إلى مر كما ذكرت، واستقر بمر، وشهر الحديث بمر على يده، شهر الحديث بمر على يده. توفي سنة 244 هجرية. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر، وكلهم من المشايخ الثقات جميعا، حال من في حدثنا حال عن إسماعيل ابن جعفر، وهو أبو إسحاق القارئ، روى عن جعفر الصادق وحميد الطويل وغيرهم، وروى عنه الثلاثة الذين ذكرتهم الآن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، ابن حجر كلهم رووا عنه، وكان ثقة من أهل المدينة، ثم قدم على بغداد واستوطنها حتى مات بها سنة 180 هجري. قال ابن أيوب، يبقى ده رجعنا تاني لأم مسلم، يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث بطريقين. الطريق الأول مشايخ الثلاثة رووا عن إسماعيل بن جعفر، ثم بعد ذلك خص أيوب، خص ابن أيوب اللي هو يحيى بن أيوب، فقال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء، والعلاء هو العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، والحرقي نسبة إلى الحرقات من أطراف المدينة. روى عن أبيه وعن ابن عمر وأنس، وروى عنه ابنه شبل وابن جريج وسفيانان وابن إسحاق وإسماعيل ابن جعفر.
ذكر ابن سعد عليه رحمة الله في كتابه طبقات أن العلاء بن عبد الرحمن كانت لديه صحيفة، هذه الصحيفة رواها عن أبيه، وهذه الصحيفة نشرت وشهرت بالمدينة حيث رواها الثقات. توفي العلاء بن عبد الرحمن في أول خلافة أبي جعفر المنصور سنة 130، يعني 132 أو 139 أو ما بينهما، عن أبيه هو عبد الرحمن بن يعقوب المدني روى عن أبيه أيضا، يبقى الحفيد روى عن الأب والأب روى عن الأب، هذا إسناد فيه القرابة والآل، والمقصود بالآل هنا اللي هم أهل الإنسان. عبد الرحمن روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة وروى عن أنس ابن مالك وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وروى عن عائشة، روى عن طائفة عظيمة من الصحابة عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب المدني، روى عن أبيه وروى عن أنس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعائشة وطائفة، وروى عنه أيضا ابنه العلاء وطائفة، وهو مدني تابعي، مدني تابعي ثقة، كان مدنيا تابعيا ثقة، وكان من جملة أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة وهو أبو هريرة السدوسي اليماني من قبيلة سدوس، وعندما أسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لقبيلته، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القبيلة فأتت مسلمين. واختلف في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا، اختلف في اسم أبي هريرة وفي اسم أبيه اختلافا كثيرا، حتى ذكرت عشرات الأقوال في ذلك، والأشهر أن اسمه عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر، هذا هو اللي الأشهر. أسلم في شهر المحرم من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عام خيبر. هذا العام سمي بعام خيبر لأن حدثت فيه أكبر غزوة كانت ذات أثر عظيم في تاريخ الجزيرة، بل وفي تاريخ الصراع بين المسلمين وغيرهم، وهي فتح خيبر. خيبر هذه قرية كبيرة يسكنها اليهود، واشتد بأسهم وعظم مكرهم لا سيما بعد غزوة الأحزاب، حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم قتالا شديدا، ثم تتبع آثارهم في وادي تيماء ووادي القرى حتى أنهى النبي عليه الصلاة والسلام الوجود اليهودي في بلاد العرب، فلم يبقهم إلا مزارعين تحت أمر المسلمين. وعاش رضي الله تعالى عنه حتى سنة 58 هجرية، وهذه السنة هي السنة التي توفيت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والصحيح أن أبا هريرة هو الذي صلى على أم المؤمنين عائشة ومات بعدها في هذه السنة. ويذكر أن الذي كناه بأبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه كان يحمل أولادا لهرة، كان يحمل أولادا لهرة، كان رقيق القلب يحمل أولادا لهرة، فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هرة، كان وعاء من أوعية العلم، وأكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في سنة المذكورة عن عمر يناهز 78 سنة
رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. من الموصولية؟ هي الفاعل، والجنة مفعول به مقدم، واللا هنا هي النافية. والبوائق جمع بائقة وهي الداهية، والبائقة أيضا بمعنى الشر. إذن البائقة في اللغة لها معنيان كبيران. المعنى الأول الداهية، الداهية يعني إيه؟ زي المكر أو الدهاء. ثم المعنى الثاني الشر، سواء الإيذاء أو العطب أو الهلاك. فالأصل أن الجار لابد أن يكون محسنا إلى جاره، وبالوالدين إحسانا، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، الآيات. فدل ذلك على أن الإحسان إلى الجار واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالجار منكرا، لأنه لو أتى به معرفا لحمل التعريف على معان، ولكن أتى به بلفظ النكرة للدلالة على أن الإحسان إلى الجار يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل المسلم وغير المسلم. هذا هو ظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أفاده غير واحد من أهل العلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، هذا فيه إشارة إلى وجوب الإحسان إلى الجار، وأن إيذاء الجار من جملة الكبائر، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة. هناك أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة عن أصحابها، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إلى غير هذه الأحاديث التي نفت دخول الجنة عن بعض أصحاب الكبائر. الإمام النووي عليه رحمة الله له توجيه جيد لمثل هذه الطائفة من الأحاديث، أذكره بالنص. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان، جوابان يعني لا يدخل الجنة في مثل هذه الأحاديث جوابان. أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخله أصلا. الاستحلال من الفعل استحل الشيء، أي عده حلالا، وعده حلالا بمعنى أحصى حله وعلم حرمته يقينا، ولكنه بدلا من أن يعلم هذه الحرمة فيترتب على ذلك التحريم يقول بالحل، فهذا كافر. على سبيل المثال، قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآية. إذن لا يجوز نكاح الأبناء البنات، ده إجماعا، يعني لا يجوز أن يتزوج أو أن ينكح الرجل ابنته. طيب لو أن إنسانا علم هذا الحكم الشرعي ومع ذلك قال: لا،
أنا سأفجر بابنتي. واستحل ذلك الأمر. هل يمكن أن يقع ذلك؟ أجل، يمكن أن يقع ذلك. لقد وقع ذلك عند طائفة من الإسماعيلية وهم غلاة الرافضة، جزء من غلاة الرافضة اسمهم الإسماعيلية. وهذه الطائفة كان منها من هو أغلى وهم القرامطة، فكان من جملة اعتقاد القرامطة حل إتيان البنات. الواحد يأتي بنته يقول الله يبقى أنا خلف وكلها وشربها واكسيها وكبرها وبعد كده أوديها الرجل من غير ما أصيب منها شيئا؟ ليس هذا بالنصف. يبقى احنا نكبر وندي لغيرنا من غير أن يصيب منها؟ لا، إذا لابد أن أصيب منها. طب ربنا حرم ذلك والآيات بتقول كذا. لا، حتى ولو قال الله ذلك أنا سأفعل ذلك الأمر. هذا رجل مستحل لما حرم الله. فالذين يستحلون ما حرم الله بعد العلم والبينة، بعد العلم والبينة متيقنين ذلك، هؤلاء كفار. وهذا هو التوجيه الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو من لا يأمن جار بوائق إلى غير ذلك. التأويل الثاني معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين. إذا فتحت أبواب الجنة لهم، هناك فائزون تفتح لهم أبواب الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وألا يبطئنا عنهم، بل يؤخر، أي الذي يأتي هذا الحرام يؤخر. ثم قد يجازى، قد هنا لا تحمل على التحقيق ولكن تحمل على غير التحقيق. ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. يبقى الذي يأتي بهذه الكبائر لو قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه لا يدخل الجنة نمام، ما معنى نمام؟ النمام هو الرجل الذي ينم الحديث. يعني ينم الحديث؟ ينقل الكلام غير الصادق بصورة توهم السامع أنه صادق وهو كاذب. لأن النميمة معناها الزخرفة والتحسين، فالذي ينم الحديث يزخرفه ويحسنه حتى إذا ما سمعه أحد ظن أن هذا هو الصدق وليس هذا بالصدق. ويكون مقصوده في ذلك إيقاع الشر. يعني بينمي ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يوقع الشر. إذن النمام هذا شرير وكذاب ويحدث العداوة ويحرك البغضاء في القلوب، فيكون الجزاء لا يدخل الجنة نمام. طيب، ما المقصود بالنمام الذي لن يدخل الجنة؟ إذا استحل النميمة قلنا له ده حرام. قال لا، هي عندكم حرام في شرعكم، شرعكم ده شرع عافانا الله، شرع متخلف، شرع كذا، لكن هي عندي ليست بحرام. هذا استحل ما حرم الله، هذا كافر، إذن لن يدخل الجنة. أو لن يدخل الجنة مع أول الداخلين، إذ قد يحبس عن هؤلاء حتى يجازى. وهناك من الآيات ما يدل على ذلك، كقول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم. إذن الذي يأتي بالذنب، الذي يأتي بالذنب ويعترف به فأمره شأن آخر. يا شيخ محمود، إيه اللي حصل؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترف أي يعلم أنه يأتي بالذنب. إذا سرق يقول أنا أذنبت، زنى أذنبت، ارتشى،
أذنبت، يأتي بالذنب فيقر بالذنب. فالعبد إذا أقر بالذنب فإن باب التوبة يكون مفتوحا له، كالحديث إذا أذنب العبد ذنبا يقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يبقى أذنب ولكنه يعترف أنه ماذا؟ أنه أذنب. فيقول الرب الجليل قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به قد غفرت له، الحديث إلى نهايته. يبقى وآخرون اعترفوا، وليس الاعتراف أن يأتي إلى شيخ أو إلى رجل ويقول له إني أعترف بين يديك. ليس عندنا في الشرع كرسي الاعتراف، وليس عندنا في الإسلام كهنوت أن الإنسان لا يقبل العفو منه إلا إذا اعترف بين يدي إنسان مثله، كما يحدث عند النصارى وغيره. إذا أتى بأي ذنب يروح للإيه؟ يقول له يا أبونا أنا أذنبت وأخطأت وعملت وسويت، قل له إيه كمان؟ قول. وكما يحدث عند بعض الإخوة سامحهم الله، هناك بعض الإخوة يجعلون من أنفسهم مربين، يبقى الأخ لسه بادي يقول له تعالى يا حبيب أنت عارف، أنا عارف أن أنت حياتك ديت، أنت بدأت التزامك من إمتى؟ يقول لي والله يا عم الشيخ منذ 6 أشهر. واللي قبل كده كنت بتعمل إيه؟ أنا عملت بلاوي. يقول له فضفض عن نفسك وقول وأنا أوجهك، من المربي بقى أوجهك. فالمسكين يبدأ يقول له أنا كنت بعمل كذا وكذا 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 وكذا، هذا خطأ. الذي ستره الله تعالى عن الناس لا تفضح نفسك عندهم، شيء ربنا عز وجل سترك فيه، تفضح نفسك لماذا؟ هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أن نطلب من الناس أن يفضحوا أنفسهم وأن يكشفوا عوارهم بزعم أننا سنربيهم ونوجههم إلى غير ذلك. لا، من جملة التوجيه احفظ سر نفسك واستعن بالله عز وجل، وهيا بنا نتعاون في طاعة الله عز وجل. الطاعة مع الطاعة تطرد المعصية. المعاصي بالنسبة للإنسان كالقذورات التي تكون في اليم، إذا وقف الماء وكثرت القذورات فسد هذا الماء. فالمطلوب مني كموجه أن أجري ماء الخير عنده، فإذا جرى ماء الخير عند ذلك الشخص دفعت هذه الشرور وهذه الآثام. من منا لم يذنب ومن منا لم يخطئ؟ سبحان الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن أن نجعل أناسا ينصبون أنفسهم أنهم كي يكونوا مربين أو موجهين لابد أن يعترف الناس بآثامهم وأخطائهم بين أيديهم، اللهم ليس هذا عندنا في شيء، وهذه سنة نصرانية مرذولة ليست من سنة الأنبياء. فلابد أن نفقه هذه المسألة، لابد أن نفقه هذه المسألة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الكلام ده في سياق غزوة تبوك، بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك هناك معذرون كذبوا وهناك من اعترف بذنبه، من اعترف بذنبهم الثلاثة الذين خلفوا وضقت عليهم الأرض بما رحبت، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا دلالة على أنهم مقيمون على أصل التوحيد والإيمان. الإنسان يكون العمل منه صالحا إذا كان مقيما على أصل التوحيد، لكن المنافق لا يأتي بالعمل الصالح والمشرك لا يأتي بالعمل الصالح. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى أهل الرياء عملهم ليس بصالح، يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم انظروا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من أجر، فينظرون فلا يجدون شيئا. يبقى لا المنافق عمله صالح ولا المرائي في أصل العمل، ما يكونش الرياء ده طارئ عليه، لأن الرياء وتعلقه بالعمل له أحوال والكلام في ذلك يطول. فارق بين الرياء في أصل العمل والرياء الطارئ. فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل كان العمل فاسدا لا يقبله الله عز وجل. إذا كان الرياء هو الباعث على العمل لا يقبله الله عز وجل. رجل تصدق من أجل أن يتكلم الناس أنه تصدق، إذن هذه الصدقة غير مقبولة. رجل صلى فأحسن صلاته ليقال بأنه يحسن صلاته، أيضا كذلك. رجل يقاتل شجاعة حتى يقال بأنه شجاع أو مجاهد. والثلاثة الذين تسعر بهم النار، وهذا حديث معروف. أما إذا كان الرياء طارئة فينظر إلى هذا العمل، إن كان له أجزاء وشعب فالشعبة التي أصابها الرياء هي الشعبة الفاسدة وما سواه صحيح. افترضنا واحد بيقرأ قرآن فهو قرأ 8 أجزاء ما شاء الله، وبعدين إجا في نص ربع أصابه الرياء، يبقى اللي يحصل إذن النص ربع ده بس هو الذي يحبط عمله، أما الباقي فلا ضير فيه. طيب إذا كان ذلك العمل يترتب آخره على أوله ولا يمكن فصل أوله عن آخره، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، فهذه المسألة فيها كلام. والصواب أنه يعيد الصلاة لأنها صلاة باطلة حتى ولو أجزأته، لكن لا يترتب عليها أثرها من الأجر. يبقى والمقصود وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، إذن هم على أصل التوحيد والإيمان المنافي للكفر والشرك، فصار عملهم صالحا. ولهذا قال ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. العلماء المحررون قالوا إن هذه الجملة دليل على أنهم ليسوا من المنافقين، لأن لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم أي من ثواب أعمالكم، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، لكن أهل النفاق أعمالهم باطلة، فدل ذلك على أنهم مسلمون والإيمان متصور منتظر منهم. يبقى قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال أهل العلم: عسى الله أن يتوب عليهم. التوبة هنا لها وجهان. الوجه الأول أن يرزقهم الله تبارك وتعالى التوفيق إلى التوبة، يبقى التوبة رزق من الله. ما هناك ناس كثيرة جدا بتقع في المعاصي ولا تتوب، وهناك أناس يقعون في المعصية ويتوبون. ما سبب التوبة وعدم التوبة؟ أن طائفة رزقهم الله تبارك وتعالى التوبة فوفقوا إليها، وهناك أناس حبس الله تعالى عنهم هذا التوفيق فلم يتوب. عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى هنا دلالة على الوقوع، أن يوفقوا إلى التوبة. نمرة 2 أنهم يتوبون فتقع التوبة منهم ويقع القبول من الله. يبقى بعد ما ربنا عز وجل يهديهم إلى التوبة
ويعينهم على التوبة، إيه اللي يحصل؟ تقع منهم التوبة فيقبل الله تعالى منهم التوبة. سبحان الله. إذن كله فضل من الله وجود من الله. أن تبارز الله تعالى بمخالفته ومعصيته ومع ذلك يتلطف بك ويحنو عليك ويحسن إليك فيوفقك إلى التوبة، ثم بعد ذلك يعينك على إيقاع التوبة، ثم بعد ذلك يتقبل منك هذه التوبة. فالتوبة كلها من الله إعطاء وجزاء، فلله الحمد والمنة وله الثناء الحسن والشكر الجميل على تمام لطفه وجوده وعطائه. عسى الله أن يتوب عليهم. إذن هؤلاء القوم موكولون إلى الله تبارك وتعالى. ثم هناك الآية التي بعدها بثلاث آيات أو أربع آيات: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. دي طائفة غير الطائفة. يبقى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، دول في الثلاثة الذين خلفوا. لكن وآخرون مرجون لأمر الله، أتوا بالتخلف ولكن يتوعدهم الله عز وجل ليحثهم على التوبة ليخبرهم بأن باب التوبة مفتوح. فهذه الآية تضمنت الوعيد والحث الاثنين مع بعض. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، فهمنا إيه المقصود؟ إذا استحل الكبيرة إذا لن يدخلها لأنه كافر. أو لا يدخل الجنة مع أول الداخلين لأنه يحبس حتى يجازى. وقد يدخل الجنة ابتداء برحمته سبحانه، وقد يتأخر دخوله الجنة، وهذا من عدله سبحانه. وقوله: من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا أصل أصيل، أنه لابد من مخالطة الناس بالخلق الحسن، لابد من مخالقة الناس بالخلق الحسن، وهذا من حسن الخلق، وهذا من حسن الخلق. وليس المقصود بالجار الجر في السكن فقط، فكل من كان جارا لنا عملا أو سكنا أو مكانا أو حتى جغرافيا فلابد من الإحسان إليه. لو نظرنا في تاريخ الأندلس إخواني سنجد عجبا أنه لما تجرأ الجرمان على المسلمين في الأندلس، وذلك في بداية عصر الطوائف، استنجد المسلمون في الأندلس بجيرانهم المسلمين وهم المرابطون. فعبر يوسف ابن تشفين جبل طارق وقاتل الصليبيين وانتصر عليهم وتمكن الأمر لأهل الإسلام. فلما اشتدت الطائفية في بلاد الأندلس وتعاظم شأن المولدين لا سيما من أبناء النصارى، إيه اللي حصل؟ استنجد المسلمون بجيرانهم من مين؟ من النصارى. فلما تركوا استنجاد جيرانهم من المسلمين واستنجدوا جيرانهم من غير المسلمين ضاعت الأندلس. يبقى من حق الجار على الجار سواء كان دولة أو سكن أو عمل إن هو يعينه على الطاعة ويخف لنجدته وإنقاذه ويحسن إليه ولا يجعل أحدا يطال أو أن يصيبه أذى ما استطاع إلى ذلك من سبيل. افترضنا مثلا لك جار نصراني وانت شفت مس كهربي
مثلا في البلكونة عنده والمس ده راح ماسك في الشبك في 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 الشباك، يلا إلهي غوره في ده. لا، لابد أن تسعفهم، ولابد أن تبذل لهم، ولابد أن تسعى لإنقاذهم حتى ولو خالفوك في الملة، حتى ولو خالفوك في الملة. افترضنا لو أن رجلا مثلا لص ورأيته فوق سطح الجيران وكانوا من غير المسلمين، ماذا تصنع؟ تصيح به وتجري وراءه؟ يلا مش مشكلة، إن شاء الله يقودهم يموتهم. هذا كله من جملة ما لا يجوز. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نسمع أن هناك الجار اتبل على جاره، اتبل عليه واشتكاه في الشرطة وفي النيابة وبقت محكمة وبقت قضية، ده كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤذيه، من أجل أن يأخذ مثلا متر من الأرض، أو من أجل أن يأخذ حجرة من شقة فيؤذي جاره. هذا كله من جملة ما لا يجوز. نرى في هذه الأيام إن الجار يتلفت يمين وشمال لا يرى أحدا، كيس الزبال ومحطه قدام مين؟ قدام الجار. الناس ماشية في الشارع بتحط الزبالة في العربيات دلوقت وتمشي في الشارع، لو اتلقت كيس زبالة في أي مكان تحط إيه؟ جنبين، خلال ساعتين يبقى هذا الكيس صار مقلب زبالة. إذا آذى جاره أم لم يؤذه؟ آذاه إيذاء شديدا، آذاه إيذاء شديدا. عندما ترى الجار ولده ينحرف عن الطريق فتساعده على هذا الانحراف ولا تنصحه، هذا من جملة إيذاء الجار. فلابد يا إخواني أن نحسن إلى جيراننا، وأن نتقي الله تعالى في جيراننا، وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الحديث والعمل به. نستفيد من هذا الحديث تحريم إيذاء الجار ولو كان كافرا، تحريم إيذاء الجار ولو كان كافرا. أيضا إيذاء الجار كبيرة من الكبائر، إيذاء الجار كبيرة من الكبائر. الأمر الثالث القيام بحق الجار من معاونته والقيام بمصالحه وعدم فعل ما يؤذيه، هذا من جملة الحقوق. هناك مشكلة، هذه المشكلة كانت بين بعض الجيران، وقدر لي أن ندبوني يعني لفض هذه المشكلة. أصل هذه المشكلة أن الجيران دول فوق دول، وكل من نسي ينشروا ملابس بقى لهم مثلا يومين يجي يبصوا يتلاقي لسه مبلولة، لأن الجيران اللي فوق بيعملوا إيه؟ بيسقطوا المية على الجيران اللي تحت، البطاطين تتبل والمفارش تتبل والهدوم تتبل، فتحدث هناك أمور غير جيدة. ما الضير؟ أن يحافظ الجيران على بعضهم البعض، أن تحب لنفسك، أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. يعني احنا لو تبادلنا الأدوار وكنت أنت في هذا الدور الثاني وهو في الدور الذي يعلوك، هل تحب أن يصنع معك ذلك؟ لا تحب، فلماذا تصنع أنت هذا مع جارك؟ أمور كثيرة. أحيانا نسمع المذياع على أعلى صوت، على أعلى صوت، هذه مسألة إيذاء شديد الجار. ربما يأتي الجيران بالشباب فيصرخون ويضحكون ويتجذبون الحديث طوال الليل فيؤذون جيرانهم، هذا من جملة ما لا يجوز. مسألة السيارات التي تجري طوال الليل بالتفحير والجري والفرامل، هذا كله من جملة إيذاء الجيران. تصور لو أن المجتمع كله اتقى الله تعالى في الجار لكان هذا المجتمع مجتمعا هادئا وقورا ساكنا تجلله الرحمات. هذا ما نرجوه لديارنا وديار المسلمين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى
أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.